الرقية تنقسم إلى قسمين. رقية دو قسمي وهلا. رقية شرعية. رقية شرعية. ورقية شركية. رقية شركية. الرقية الشرعية لابد أن يتوفر فيها شروط ثلاثة. رقية شرعية يريسي شرط ذهب. الشرط الأول. شرط يكي. أن تكون الرقية بالقرآن. شرط يكي قري رقية يعني قرآن خاندنا تا قرآن بابا. كان يقرأ الفاتحة مثلا. مثلا تشوف فاتحي بخوني. أو بالسنة. ياد داجي سنة تبا. كان يقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ياد داجي تبي دعاء شيخ خان تبي دعاء بخوني. نعم. أو أن يدعو بأسماء الله وصفاته يقول يا رحمن ارحمني. قسم ويس سياجي هل دي دست قلوسكي أسماء وصفات رب العالمين بأخرى دعابكي تبجي هاي خداني الرحمة الرحمة خمكي هاي خداني شفعاتي تشفعاتي مربشيني. الثاني أن تكون الرقية باللغة العربية. يادو داجي تقري رقية زماني عربي با. لا يوجد رقية باللغة الكردية. مثلا رقية شرعية زماني كردي وانا جايزة. كذلك لابد أن نسمع ما يقول ونفهم يعني لا يتمتم يقول هكذا. ياداج أم قريب بزام منكي أو إنسانات شد ويجا بلا بلا دبيبانا أم قريب فعم بكنكي أو إنسانات شد خونا شد سوري دخونا. وأن نعتقد أن الرقية سبب وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. اعتقاد ماذا جي قري هذا كي أم بزام منكي رقية شرعية أو السبب أما الشفاء قرشك راستي أو دستك رب العالمين. توفرت هذه الشروط كانت رقية شرعية. اختل شيء فهي رقية شركية. هركي أف شرطنا رقية دهبن دمكي أو رقية شرعية شريعتي ده جائزة أما أف شرطنا يكتدى تنبه أو رقية شركية أو ناجائزة مش قريجوا برادن.